وبعد هذا الفاصل الغنائي الجميل اكيد رجعنا لكم كمين فقراتنا من خلال شاشه زاكروس. وصلنا وياكم لفقره يا هلا بالضيف. ومثل ما تعرفون دائما وابدا قناه زاكروس تسلط الضوء على كل المواهب والطاقات الشبابيه وبالتحديد الغنائيه. اليوم وجوه شبابيه غنائيه جديده تلمع في سماء الطرب العراقي تسعى لوضع بصمه خاصه بها في عالم الفن. أكيد يا ثامر، وفي نسمات زاغروس نسلط الضوء على نخبة من النجوم الشباب المبدعين بالغناء، وضيفنا لهذا اليوم الفنان الصاعد رامي السلطان. يسعد صباحك يا سلطان. صباح الأنوار عليك. نور عليك. تحياتي لكم، تحياتي إلى قناتكم الجميلة. شكرا لك. رامي، قبل ما نبلش وياك بالأسئلة، شنو حاب تسمعنا؟ بسرعة؟ أي دايركت، أي ريد اسمع. أنا من قلبي بعدتك، تدري ليش؟ مو لين ناسيك لو قل العشق، قلبي بيتك وانت عايش دوم بي من بعدك، مو لين حتى اختنك احترق قلبي، زين ما كنت انتبه احترق قلبي، زين ما كنت انتبه نيلوبي، كنت لازم تحترق تحترق. سلامتكم. الله عليك. عليك الله. اليوم الفنان رامي السلطان، حابين نعرف الناس بيك اكثر، يا ريت تعرف الناس اكثر. اولا اللقب السلطان. ليش اختاريت هذا اللقب؟ من والدي، احنا من عائله فنيه. يعني والدي فنان، خوالي فنانين، واخذت اللقب عن طريق والدي، والدي مصطفى سلطان بالوراثه، له تحيه بالوراثه. اخذت اللقب من عنده. وبدايتي كانت ويا اطلع حفلات. نعم. وبعدها اكتشفت انه انا عندي صوت بمساعده الاهل، تحياتي لهم. واول اغنيه الي بديت بها انطلاق بال 2019. وبعدها ظليت مستمر بانتاج الاغاني. حلو. طيب رامي، ببدايه مشوارك الفني او الغنائي بالتحديد، بمنو تاثرت من الفنانين؟ كنت تسمع اغانيه دائما، تردد اغانيه بالبيت حتى بالحفلات ولا قديم ولا جديد؟ قديم ولا جديد؟ يعني الاكثر شخصيه تاثرت بها بصوتها وبغنائها وباحساسها. انا بالقديم سعد البياتي، واما بالجديد حاليا ادم رافت. حلو. حلو. طيب اليوم لكل فنان بالوسط عنده مجموعة من الأشخاص المقربين إليه، دائما تحس أنه أنت دائما رفيقة، دائما تسافر وياه، تروح وتجي وياه، أسراركم مع بعض، طباتكم طلعاتكم سوية. فاليوم رامي، منو أكثر شخصية أو أشخاص مقربين من عندك بالوسط الفني؟ بالوسط الفني يعني جدد له وياي. أي اللي وياك اليوم اللي تطلع طبعاً وياهم. احنا شركة إنتاج قناة ميوزك في آي بي. أستاذ قصي عيسى أكيد تحياتنا إله، وأستاذ آدم رافت ومحمد عيسى تحياتي لهم. احنا جروب فنانين بيناتنا. طبعا لازم تلقين بالوسط او بالقناه تلقين واحد يكون فاكهه الاستوديو، اللي هو الكوميديان مال الاستوديو، اللي هو رسلان ادم. تحياتي له، وجه له تحيه، وعبود تحياتي لهم كلهم جميعا، يعني عبد الله ابراهيم والبقيه الوليد المحتكرين ويانا، كلهم نجوم وكلهم فنانين جميلين. نعم. ذكرت الاستاذ قصي عيسى وايضا ادم رأفت. الاب الروحي استاذ قصي. اكيد. شلون يكون تعاملوا وياكم كجيل جديد داخل بالوسط الفني؟ شلون يتعامل وياكم؟ شنو النصائح اللي يقدمها لكم بهذا المجال او بهذا الخصوص بالتحديد؟ طبعا احنا يتعامل ويانا كاب، يعني احنا اولاده وكاب يتعامل ويانا. واستاذ قصي يعني غني عن التعريف بعد. طيب لكل فنان يا رامي، لكل فنان له لون معين، اللون اللي انت تحبه او تلقى نفسك به، اللون الغنائي. انا اكثر شيء بالهوى، يعني بالاغاني السريعه. حلو. اي وهاي يمكن بس وحده عندي اغنيه هذه، اما البقيه كلها يعني تحس انه ندمت سويتها. لا لا بالعكس. دا يقول بس هاي الاغنيه. هاي الراعي الرسمي اللي هي مقربه كلش على قلبي. الأغنية الراعة الرسمي. يعني اختاريناها تمام. نعم. أنا قبل ما أسألك عن الراعة الرسمي، أريدك تسمعنا من الأغاني الهوى اللي أنت
يعني هي اغانيك الخاصه او اذا مو اغانيك هم عادي، المهم سمعنا شيء هواء وسريع بما انه احنا اليوم قاعدين باجواء حلوه. يلا. عنده سلم علي خليل من الناس لي، وعنديهم عنديهم خلي يفركون بيديهم، عنديهم عنديهم خلي يفركون بيديهم، ايديك الحلوة بدي، ايديك الحلوة بدي. ان شاء الله ما تعاندك. لا ان شاء الله. نرجع لي لا واذا ان شاء الله يعني بعصب نحكي. نرجع لي الراعي الرسمي اسم الاغنيه، سولف لنا فكره الاغنيه ويا كلمات الشاعر، شلون اجت الفكره، شلون تم اختيار هذه النصوص بالتحديد؟ طبعا انا اغاني استاذ قصي يعطيني كلها اغاني هيوه يعني. نعم. ففتت بالاستوديو سمعت هي الراعي الرسمي، طبيت على الموزع قلت له اريدها، عاد صارت. كلمات شاعر هديل محمد، الحان محمد الحنين، وتوزيع الموزع بشار عامر. واما بقيه الاغاني من كلمات استاذ قصي، وواحده من كلمات علي رياض، وعندي تريو على المنتخب العراقي انا وعبد الله ابراهيم وكرار سليم. طيب لا هي الاغنيه يعني شلون، ليش حسيتها قريبه لك او لك بالتحديد؟ انت مار بقصتها او مار بقصه قريبه مشابهه للنص؟ لا انا عشتها يعني من يا ثامر مو قال لك من البدايه لا تحرج بأسئلة شخصيه. لا انا عشتها للاغنيه. كلش كلش عشتها للاغنيه. حلو حلو. ذكرت قبل قليل انه استاذ قصي يعرف يختار لكل فنان شنو لونه، يعرف الاغنيه اللي ترهم عليه او ممكن راح تضرب بالشارع العراقي. رأيك اليوم سبب إنه الأغاني بالشارع العراقي ما تأخذ أكثر من أسبوع، بعض الأغاني طبعاً، وبعض الأغاني تصير ترند وتبقى مستمرة؟ طبعاً إن قبل كان أي واحد ينزل فيديو كليب حتى الأغنية ما تضرب هو نجم المطرب. نعم. سبب اليوم هسه حالياً كثرة المطربين أولاً. نعم. والجيل اختلف. يعني الدائقة الموسيقية قصدك؟ بالضبط. نعم. يعني الجيل اختلف، وبنفس الوقت انه الاغاني يعني هسه الالحان كلها مطروقه نفس الالحان، بس الكلمات تتغير. بس الكلمات تتغير. صح. حلو. طيب شنو البصمه اللي حاب توضحها عندك حتى تكون مختلف عن بقيه اقرانك بالمجال الغنائي بالتحديد؟ انتم كجيل جديد فما شاء الله هوايه، مثل ما ذكرت نور قالت انه كثير عندنا من الفنانين والاصوات الشبابيه بالوقت الحالي وحتى بالوقت السابق، ونشوف انه الفنان بين اسبوع واسبوعين ينزل اغنيه، فصارت زحمه الاغاني ما لحق انه نحفظ الاغنيه تنزل اغنيه ثانيه. فشنو اللي يميزك عن بقيه الشباب الفنانين من خلال اختيارك للناس، من اختيار طريقه الغناء وحتى الصوت؟ هو هسه حاليا الاغاني اللي هو احنا نقولها اللي هي طاشة اصلا بالعراق او بالعالم. نعم. هسه الاغاني هذا يعني تجيب مطربين يعني قليلين يغنوها. صح. اما الاغاني الهيوه والهاي لا، انا هسه اختص بالهيوه. يعني اتمنى انه اغنيه تضرب، عندي اغنيه طبه واسمها ضربت واشتغلت تقريبا شهر وحصلت نجاح، بس هو بعد توفيق من رب العالمين. دائما التوفيق دائما. الحمد لله انا عندي 7 فيديوهات كليبات والحمد لله راضي، بس اسعى للنجوميه بعد يعني ان شاء الله. ان شاء الله توصل للنجوميه. دائما يقولون انه الكليبات اليوم مو فقط انه انت تصور كليب وتصرف عليه، ممكن يعني يصير بالفشل نوعا ما، لكن اليوم مجرد اغنيه انت سجلتها بمكان ما او حتى بارت معين، بارت من اغنيه. نعم. ممكن يوصل للنجوميه، مجرد مقطع واحد على تيك توك تدسولف يطش جوز. فعلا ممكن بعض الكلمات. صح. طيب. نعم. اليوم انت كثير من الشباب دخول كذلك البنات اليوم لمجال الغناء. ضحك سولف اطربني ايش بين بنات اليوم؟ البنات نشوفهم بدخول المجال الغنائي او الفن الغنائي تحديدا. انا برايي انه هسه صعب البنيه تدخل مجال الفن، هو احنا ما نقدر على الليل شغل الليل شغل الحفلات. نعم. اما البنيه شلون يعني؟ يعني انا نصيحتي للبنات ثقافه مجتمع ممكن بالضبط تكون بالضبط او تقبل يعني مجتمع نوعا ما. ايه تقبل المجتمع يعني هسه انت قبل منو عندنا مطربات النجوم؟ عندنا رحمه. نعم. عندنا اصيل هميم، يعني ذني اسامي. نعم. هسه حاليا يعني ما اعرف مدى حتى مدى نجمن البنات اللي عندنا حاليا. نعم. عندنا اسرار صيد. نعم. اي كثير من الاسماء، دموع تحسين، دموع تحسين، شذا حسون. نعم. بس اما البقيه هسه حاليا جينا احنا عندنا بنات 2 محتكرات ويانا الله يوفقهن، تحياتي لهن. همين بالبدايه
جزء ده احس ان اكو صعوبه بالموضوع فعلا اكيد. نعم. طيب رامي، بالوقت الحالي وصار فتره طويله انه اغلب القاعات والنوادي مغلقه، فحاليا وين دا تغني انت وبقيه الشباب؟ شلون تقومون باعمالكم، حفلات خاصه ولا كيف يعني؟ انا حاليا اطلع خارج العراق اشتغل بسوريا. وعندي اداره اعمال، تحياتي لابو ليث، وحفلات اعراس يعني حفلات قاعات مو بالشارع. نعم. انا قاعات اعراس واطلع خارج العراق سوريا، عندي عقد بعمان بعد فتره. نعم الحمد لله. زين شنو اللي يميز الشغل هناك وهنا يعني عن بغداد وسوريا؟ هم نفس الشيء بس انهم عازلين يعني. لا اقصد كالاجور طبعا. كالناس الاجور تختلف. هناك عندهم الفنان مقدس بالدول خصوصا العراقي، الطرب العراقي والفنان العراقي كلش مقدس عندهم هناك. اها تمام. طيب شاهدنا احنا بالاونه الاخيره، ذكر زميلي انه ظهور كثير من الفنانين الشباب طبعا وان كان مهما كان عمره، ياخذ استحقاق غير استحقاقه طبعا بسبب ممكن يكون شركات الانتاج. ذكرت سالتك قبل قليل بالكواليس، ما اريد نذكر نتطرق الاسماء، لكن رايك اليوم شركات الانتاج الشروط اللي يخلوها شروط احتكاريه نوعا ما، هل تفيد الفنان او تضره؟ هي مو قصه تفيد الفنان او تضره، هي رضا الطرفين، رضا الفنان ورضا الشركه. وفي حال انه الشركه هي تنتج له من كلام، من لحن، من توزيع، من تصوير، مقابل انه الشغل يصير بالنص، اجور الحفلات او اجور اي مناسبه تكون بالنص، يعني تطل الشركه. طيب يعني مو كثير انه سمعنا باحد الفنانين ما اريد نذكر اسمائهم انه ممكن 5 سنين أو 10 سنين العقد مالته ممكن يكون مو دائما يظهر بحفلات معينه. هو السبب هو حسب الرغبه يعني. هسه اكو مثلا فد 15 محتكر. نعم. من ال 15 جزء بس 4 مرغوبين. اها. فابو الشركه يعرض ال 15 قدام ابو محل او قدام ابو مناسبه يقول له اريد ذولا الاربعه. بعد هو كل التوفيق من رب العالمين. فعلا. نعم. رب العالمين. نعم. من يفتح بوجه واحد خلاص. نعم. طيب رامي، ارجع لسؤالي سالتك اياه، من الاغاني بالوقت الحالي اللي تتمنى انه او تمنيت انه تكون لك الاغنيه من الفنانين اللي غنوها وضربت وصارت ترند مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا قلت لك يعني هواي حاب اكون مثل ادم رأفت يعني. نعم. اكو اغنيه لادم رأفت انت يعني تحبها ودائما؟ انا يعني حفلات كلها اغني لادم. اها زين، سمعنا شيء لادم يعني هوا تريد؟ كيف؟ نار اشتعل حضني بفراقهم عني، ظليت هاي عيون بد ما تنام، مشكلتي كبيره، رجعوا لي حبيب الراح، ما اريد انا غيره، ويا الصور احكي اشاهق وابكي، ظليت تحياتي. هاي لو عدنا يلا ان شاء الله للمناسبات قادمه ان شاء الله. حاضر حاضر. اليوم احنا ذكرنا قبل قليل وجود اسماء كثيره بالوسط الفني ودا يظهرون اليوم مواهب كثيره. اليوم برايك الفن او الغناء يعتمد على الموهبه ولا الممارسه والدراسه فقط؟ لا طبعا الموهبه، يعني تعرف التونات اللي ما يعرفها. هسه اللي عنده مشكله، اللي عنده موهبه لازم يدرس يعني، عنده صوت موهبه لازم يدرس، لازم يدرس مقامات، يدرس اصوات، يدرس هواي امور. اها شاهدت اليوم انت فنانين ما عندهم الخامه لكن ما موظفيها بالمكان الصحيح. اي هواي واسماء. ها اسماء لا لا ما اريد نذكرها، يلا راح اعديها المره. زين ارامي، من الاصوات النسائيه ذكرت احنا، ذكرنا رحمه، اصيل، شذا، دموع تحسين، وحتى رنين البصري بما انه هي قريبه للاجواء اللي انت تحبها، من الاسماء هذه اللي ذكرتها انت تحب اغانيها وتحب اختياراتها ودعمها متغني؟ اختياراتها حلوه. حافظ شيء الرحمه؟ والله مو يعني ما حافظ، بس اسمع غير شيء مو الا الرحمه عادي. طيب والفنانين القدامى المطربين؟ القدامى سعد البياتي احب. نسمع شيء؟ سعد البياتي. تمام. الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، الشمس قد قسمت
نص ويلي ولا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويل. يكاد فضيق الماء يخدش جلدها وذا اغسلت من ماي من رقة الجلد واني لمشتاق الى وشك خدها كما اشتاق ادريس الى جنة الخلد وعاين يا دكتور الحالي يا دكتور والروح ما تحمل بعد لا سقم لا نوح لك عاين عاين يا دكتور. تحياتي. الله عليك وعلى صوتك وعلى احساسك، فعلا انت طاقه شبابيه ومبدع بمجال الغناء، ربي يوفقك ويحفظك وان شاء الله ربي تكون نجم عراقي عربي. اشكرك حبيبي. ما نريد عالم نريد عربي هسه. ان شاء الله. هسه مبدئيا ستيب باي ستيب، توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل التوفيق لك ان شاء الله ونشوف لك حفلات مثل ما ذكر زميلي مو فقط عربية عالمية على عنوان ثامر. شكرا لك وتواجدك ونورتنا وإن شاء الله أنا لقاءك بحضرتك. تحياتي لكم وتحياتي قناتكم الجميلة وشكرا على حسن الضيافة. شكرا لك. أكيد مشاهدين احنا بعدنا مستمرين معكم لكن نروح لفاصل وبعدها راجعين بالعكس.